وربما إحنا الأيام دي بنعيش أجواء نصر أكتوبر، الذكرى 49 لملحمة العبور، أعظم انتصارات الأمة المصرية والعربية ربما في تاريخها الحديث كله. هذا الانتصار اللي جسد أصالة الشعب وبسالة الجيش، واللي عبر عن أشياء كتيرة جدا جوانا، انتصار عبر من خلاله جنودنا خط بارليف وعملوا المستحيل عشان يرجعوا كل حبة رمل وكل شبر من أرض سيناء بالتعب والإصرار والقوة والعزيمة. تحية للجيش المصري العظيم، كل عام وكل المصريين في أمن وسلام وعزة وكرامة، وكل سنة وانت طيبة. كل سنة وانت طيبة يا مصطفى، كل سنة وكل المصريين بخير يا رب، وصحة وسلامة دايما وأمن وأمان. الحقيقة أنه أجواء نصر يعني أكتوبر ضروري بتفكرنا وتخلينا ناخد بالنا كمان أنه معركة الكرامة ما بدأتش يوم 6 أكتوبر، المعركة دي يمكن ابتدت قبل كده بكتير، من شهر مارس 1969 واللي بدأ فيها حرب الاستنزاف، واللي سجلت بطولات عظيمة، بطولات يتحكي عنها لكل الأجيال اللي جاية، قادت للنصر الكبير في 6 من أكتوبر. ويمكن كانت كلمة السر هي الإرادة والتخطيط السليم وبسالة وشجاعة المقاتل المصري. لذلك التاريخ هيظل يفتكر دايما انتصار 6 أكتوبر، يعني هيكتب انه علامة فارقة ونقطة مضيئة في تاريخ مصر وفي تاريخ الوطن العربي بأكمله. هنفضل دايما نفتخر بجمال وروعة التلاحم والتكاتف بين أطياف الشعب المختلفة في هذا الظرف الطارئ، بين القوات المسلحة. هنفخر بالعبقرية العسكرية المصرية اللي قدرت بالفعل ان هي تتحدى المستحيل وتستعيد مرة تانية جزء غالي جدا من تراب مصر، وترفع راس المصريين في ملحمة العبور واللي كانت مليئة بالخطط والاستراتيجيات اللي بيتم تدريسها الآن في كل الأكاديميات العسكرية، على اعتبار ان هي خطة من خطط زي ما بيقولوا كده العيار الثقيل. صحيح. تحية لكل شهدائنا الأبرار، وتحية لكل روح طاهرة استشهدت لأجل هذا الوطن ولأجل تراب هذا الوطن. تحية للجيش المصري وتحية للشعب المصري اللي انتصر. صباح الخير على حضراتكم، وصباح الخير يا مصر.